مشاهدينا الكرام، موضوع ديال أمي فاطمة معنا الابن ديالها. الابن ديالها عنده مجموعة من النقط بغي يوضفوا معنا لتنوير رأي العام أكثر في الموضوع. عمر، الأم ديالك تكلمت معها في الموضوع، تكلمت معها على الواقعة على البنات، وقالت لي بأنه فايت منها دارت نداء بأن دوك بناتها وتلقات من وراء التهديدات، وتانت قبل التسجيل قلت لي داز علينا نهار كحل معهم. شرح لنا الرأي العام شنو اللي وقع. لا ما داروا لنا نهار كحل، صونونا بزاف صونيات، وهم دابا باش قالوا لنا صونا وبيتو يصوني 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 يصوني. هما اللي كيصوني عليكم؟ علاش؟ وما ما قالك انتوما سمحت؟ قالت الوالده سمحتي فينا وقال لك حرج علينا. هما باش هادشي جرى وما النمر مابقاش بقات تديري خويا بقاو يصوني عليه يصوني. انت وقع هادشي يا عمر؟ نهار داروا لنا نهار هادو قاعد بنات حصال صاروا نفس محمد عمي ولد كبير صاروا. اش من عام؟ اش من عام؟ 2019 2020 قديم؟ 2017. وما اتصلوا بكم؟ وقالوا لي انت ما بقيتيش منا وما اهتميتيش بينا. وقالوا لنا احنا جايين وما جاوش. عندي واحد السؤال واحد عمر، دابا هما جوج بنات وعندهم اختهم وكتشبه ليهم، كي جاتك هاد القضيه؟ واخو جاتني شويه غريبه. كاين شي لغزين؟ كاين هما جايه واحد عيط لي جايه اخواتي يشبهونيك بالصور ديال شبه المكعدك. إيه هما بجوج وديك اختهم الثالثه دابا حتى الفرمليه اللي هي حضرات الولاده ديال الوالده ديالك ماما قالت لك راه جوج، يعني هما هذوك البنات ثلاثه والثالثه كتشبه ليهم. كي دايره هادي؟ خويا جايه عيط لي واحد جايه بنات واحد في صويره صغيرة جابوهم ومهم مهم سميتها عيشة ومهم سميتها الرئيس. ولكن انت واش ماما كنت ما فيت منك ما تلاشي بنت من غير الجوجات؟ لا احنا عدى ولدتنا عدى الدراري. واش كون هي ديك التالتة اللي تيختهم؟ وما عرفت اخوة ما عرفتهم بشمتي بعدك التالتة ما عرفتهاش انت؟ ما عرفتهاش وما سابقاش عيطنا ليهم. هادي صافي الوالده قالت لي الوالده دوات معها قالت لك دير اختي، قالت انا بنتك درتيني اختك وصافي. من تما بقاو عايطوا علينا صافي. وقالت لي تاخونا عمر كيفاش وما مشيتيش عند خونا احمد مريض كذبوا علينا وبيتوني عيطوا هضروا دخالتي قالوا لي نكسو لك امي ما بنتك نجيبو الحوايج صافي. ما جابوا حتى حاجه ما جاوش. يعني هما كانوا كيدو معاكم واحد الوقت؟ كانوا يسيدوا معنا حل الوقت ديما كانوا يصاوني وعنينا. شنو الكلمة اللي بغيتي تقول لهم انت عمر؟ هادو دابا اللي مبدئيا كتقول خواتاتي، شنو الكلمة اللي بغيتي تقول لهم؟ انا من نشوفوهم يرجعوا خواتاتنا ويقولوا هاد الوالدة يونسوها ويدوا معاها وتا حنا حدجناهم يونسونا. ايوا الشيء تنطلبوا من الله يبغاو يجيو مرحبا بهم نديرو معاهم التحاليل. ايوا ولا بغاو يجيو راهم يجيو مرحبا بهم. الام ديال قالت لي الاحساس ديالي تيقولو بناتي، انت شنو الاحساس ديالك اش تيقول عمر؟ الاحساس ديالي تانا تنحلت انا غنولي تانا بغي ولادي خواتاتي نولي تانا انت حاس بهم خواتاتك؟ حاس بهم خواتاتي. شكرا لك عمر. مشاهدينا الكرام، عمر يتكلم بلغه الاحساس كذلك، تيقول بانه الاطراف لموضوع النقاش كان واحد النقاش بيناتهم انطلاقا من الام اللي دارت نداء. الوقت اللي دارت نداء تلقاو مجموعه من المكالمات فيها نقاش. ما يهمنا في الموضوع هو الاطراف الاخرى تبارك الله قارين اخلاقيين مستوى عالي في الثقافه بطبيعه الحال، فنانات مرموقات عندهم ضبط النفس كما قالوا بطبيعة الحال، ولكن مجموعة من الأشياء خطوات إيجابية لفك لغز هذا الإشكال. هل أم فاطمة أم أصلية أم لا؟ مشاهدينا الكرام كذلك ننتظر الرد من الأطراف الأخرى موضوع النقاش.